ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا مشينا غير مشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره الفلف ادور لك على خالتك. ايه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوحي. بس 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 فين فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ سعيد احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في البيت بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت حاملاه في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه يال. يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا هطلع. يلا سلام وماله. ايه يا دكتورة؟ ما تقوم تهيص معانا، ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور أنا آسف، أنا مش في المود خالص النهاردة. طيب خليك زي ما أنت، أنت حر. ألو؟ أيوة دينا، إزيك؟ إيه؟ دي بتقولي إيه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها الميكروكروب وحمتها ونايمتها. على فكره كورة، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال اكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يالا وي يا ستي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا ستي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يالا، خش يا ولية. المنطقة الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العالية، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟
افلا تتفكرون؟ يلا يا خول فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين؟ يلا 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 يا نوال، ما بلاش يلا حبيبي منك ليه. يلا يا اخويا يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت سباقين على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك انت تشعل نار الفتنه بسبب ما تعلمه وتعلم اني اعلمه. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يهدينا، روح انت عشان تلحق صلاه العشاء. ده احنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاه الفجر. ميدا ان شاء الله. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياك ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا هايز؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، منور لنا البيت يا وانا منور. انا دربيه. الله يخليك عم شكري. شكرين. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين من المجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه، شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في شاليه عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلو كده يا كوريا، مش لايقه على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو عامله اقول البلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح بنت شيمو؟ حلو قوي لايق عليها. اه قالتك لايق عليك. حلو يا اختي البلح حلو. يلا عشان تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه هكده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا يو. في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. فضري فضري.